يعني فهلين. تسأل الضيف حتى ممكن الضيف الآخر ممكن يجاوب. أنا أعتقد الإرهاب راح يصير على قائمة ممكن الإرهاب الملفات، لأن طال عمرك كل اجتماعات العالم، كل المنظمات الإقليمية والدولية، عنصر الإرهاب إذا ما كان في المرتبة الأولى راح يكون في المرتبة الثانية. الإقليم والعالم يعاني من الإرهاب، يعني في إجماع، فيه يسمونها بالإنجليزي فنامنا، ظاهرة أن هناك إرهاب ويجب مقاومته. منظمات إقليمية، الكل، مؤتمر القمة الجامعة العربية اللي فات أيضا اللي كان في الدوحة أيضا تحدث على موضوع الإرهاب، وفي القمة العربية الأفريقية أيضا تصدر بند الإرهاب أحد البنود اللي موجودة عندنا، لأن الإرهاب هو اللي يؤثر على التنمية. فأنت مثل ما تفضلت حضرتك المحور الأمني يكون موجود للقضاء على الإرهاب للاستدامة والتنمية. خليني بس أقول لك يعني شنو المقترح، المواضيع اللي مدام تحدثنا عليها. وزارة اليوم اجتماع، أمس اجتماع وزراء المالية، تحدثوا على بعض المشاريع اللي هو طبعا دعوا بعض الدول الوفاء بالتزاماتها، إنشاء المفوضية المصرفية العربية، خطة استراتيجية للأمن المائي، هذا المصريين عندهم مشكلة يعني، دعوة الدول لمشروع سكة حديد، دعم المشروعات العامة في القدس، والقدس تعاني مشاكل، إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية، وهذه وإعداد القمة العربية التنموية في تونس. لهذا السبب أقول لك خريطة الكويت السياسية بدأت تأخذ المسار الاقتصادي والتنموي الذي يجذب كل الأطراف وتلتقي عليه الأطراف ويبتعد